شو كابتن؟ صار عم تتثقف على المضبوط بهالايام. اهلين استاذ رمزي. لا والله هذا كتاب لقيته على البسطه قلت لحالي باخذه. بس انتبه تحط رواتبك كلها على الكتب بعدين. ها ليش عيب الواحد انه يطلع على مثقفي العصر؟ فرويد مثلا كان عبقري. كان ليش مو لساته اهم عالم نفس ونظرياته عم تدرس بكل محل؟ لا شك انه لسيجموند فرويد شرف الرياده واكتشاف اشياء مهمه، لكن بعدين كثير من نظرياته اثبتت فشلها. فشلها؟ انت بالذات عم تقول انه نظريات استاذ الاساتذه سيجموند فرويد اثبتت فشلها؟ ايه ليش لا؟ حرام نفكر او نناقش او نتطور؟ يا اخي احكي هيك من الاول. انا غاطس بكتبه صار لي شهرين، دوبت عيوني بالقرايه وما عم بفهم ولا كلمه. في علماء نفس كثير درسوا نظرياته واكتشفوا بعض اخطائه نتيجه تركيزه على الدافع الجنسي وعقده الشخصيه كمان. مش معقول يعني من نفس الاول يطلع معقد؟ يا كابتن اثبت العلم انه الناس الاسوياء قلائل جدا. منشان هيك انت بتسبقنا لاكتشاف الجرائم مو بسبب دراستك لفرويد. لانه علم النفس الحديث ما عاد مثل امبارح، تلاميذ فرويد تجاوزوه بكثير. بس انا مصر انه فرويد كان افهم منهم بكثير. يبدو انك استمتعت كثير بنظريه الدافع الجنسي. انا رجال متجوز وعندي اولاد، واحد عزابي مثلك ممكن يفكر بهيك اشياء. ارمل لو سمحت. ارمل؟ انت بحياتك ما حكيت لنا عن ماضي. طيب شو رايك تتمدد هون وتحكي لي عن ذكريات الطفوله؟ اي على راي المثل جدي بيلعب بعقلتيس. حفن. شو يا زياد؟ كم مره قلت لك لا تقاطعنا وقت نكون باجتماعنا والاستاذ رمزي؟ سيدي عفوا بس في وحده ست طالبه تقابل الاستاذ شخصيا. وحده ست؟ لكان رجال. مو كبير عليك شوي استاذ رمزي؟ ليش كبيره بقى؟ هلا قلت لي انه نظرية الدافع الجنسي اثبتت بطلانها. نعم؟ ها؟ ماشي. انا استاذ رمزي. اي خدمة نظام جاهز. انت الاستاذ رمزي اللي سمعت عن براته بحل العقد؟ نعم انا استاذ رمزي اللي بعرف بحل العقد. نعم شو معبي عيني؟ عفوا مو قصدي بس انت اصغر مما توقعت. بارك الله فيك، تفضل شرفي. شكرا. عفواً في اشياء هنا؟ لا بس يمكن شوية غبرة هيك. لحظة بس معي. ايه انتوا الشرح بعتينه. في ثلاثة من العناصر. ثلاثة من العناصر تتنتين. جاهزة؟ ايه سيدي بس ليوم واحد، يعني بتعرف حضرتك عم دور على بيت. وبلكي اعتزناكي. امتى ما اعتزتني سيدي؟ رقم الموبايل معك. شكرا. سلام. ايوه. ايه طيب. ايه. لا شريحة قدامي هون. ايه. طيب مع السلامة. شو بقدر بختم؟ أنا بورطة حقيقية يا أستاذ، ما لقيت حدا غيرك إلجأ له. إذا بقدر ساعدك تأكدي إني رح ساعدك بكل إمكاناتي، شو المشكلة؟ زوجي السابق. أنا ست مطلقة أو بحكم المطلقة، لأنه الدعوة بعدها بالمحاكم. ومثل ما بتعرف بيعطوا مهلة للزوجين بلكي بيصطلحوا. لكن بالنسبة إليك ما في أمل. إذا بدي أكون صريحة معك ما في أدنى أمل. لأنه في إنسان ثاني بحياتك؟ معقول؟ شو عرفك؟ لا مجرد استنتاج بسيط. يبدو أنه نقصروا بوصفك، أنت ساحر. الله يجبر بخاطرك شوي ثاني بصدق أني بقدر طلع الأرنب من طاقيتي. من هدول اللي قالوا لك؟ الصحفيين. لا تصدق حكي جرايد. المشكلة أني حاولت أخذ رقمك بالبيت لأستشيرك بشكل شخصي، لكن زوجي انتبه فعملت حالي عم بتصل بالخياطة.
لا إذا الطلاق مشكلتك بس مدام اعذريني أنا ماني قاضي شرعي. لا لا هاي البداية، بالواقع زوجي عم بيهددني. عم بيهددك بالقتل؟ بالواقع عم يهددني بالانتحار إذا أنا تركته. يا ترى بيعرف إنك ناوي تتجوزي شخص تاني؟ زوجي أكبر مني بكتير، أهلي زوجوني إياها غصب بسبب الحاجة المادية، لأنه عنده ثروة كبيرة. صدقني ما في شي بيني وبين الشاب يلي بحبه إلا شوية مشاوير، مطعم، قعدة كافيتيريا، وشوية وعود وأحلام. بس بعتقد زوجي شك بالموضوع وحطني تحت المراقبة أنا وياه، وبعتقد ما رح يتركني قبل ما يدمرني ويدمره. هدي حالك، هدي حالك أرجوك، كل مشكلة إلى مية حل. أنا مالي غيرك، الشخص الوحيد يلي لجأت له خيبني. في عندي عم رجع من المهجر جاب معه ثروة كبيرة، لما عرضت عليه مشكلتي عرضني وقال لي لازم تجربي تتأقلمي معه على الأقل مدة 6 أشهر، مقابل هالشي رح يعطيني 1,000,000 ليرة. بس هي مسألة سهلة لكسب هيك مبلغ. لكن في شرط، إني ما قابل الشاب يلي بحبه طول المدة. شو عرف عمك بالشاب؟ أنا كنت الهبلة يلي قالت له ووعدته أني ما قابله طول 6 شهور. وبفتكر أنك ما وفيتي بالوعد. مرة تانية أنت على حق، كيف عم تعرف؟ هاي موهبة ربانية. لكن شو التطورات اللي خلتك تلجأي لي؟ أنه اكتشف عمك العلاقة اللي بينك وبين الشاب؟ لا بعده ما اكتشف لحسن حظي، وقال لك كان ضاع علي مبلغ المكافأة، وإذا ضاع مين بيعرف، يمكن خطيبي يتخلى عني لأنه بأمس الحاجة لهيك مبلغ نبتدي فيه حياتنا. كل خوفي بعد ما شك زوجي بالموضوع يعجب بالانتحار، وإذا انتحر ضاع علي مبلغ المكافأة. هاد اللي زعجك؟ لا، بس بهالحالة بكون تسببت بأذى شخص في بيني وبينه رابط مقدس، وبكون كمان ضيعت فرصة زواجي من الشاب يلي بحبه، وخسرت مكافأة عمي اللي ممكن تجنبنا الفقر. عن إذنك دقيقة واحدة. ايه؟ في شخص على التليفون بده اياك، معصب كتير. بده ياني؟ شو بده مني؟ قال عم تقابل مرته بدون علمه. الو، انت رمزي؟ نعم انا رمزي، شو بقدر اخدمك؟ شوف، رح تعرض مشاكل مالك تتلا اذا ساعدت مرتي نيفين. اخي انا لا بعرف مرتك ولا مرت حدا الله يرضى عليك. لا تنكر، انا متاكد انك اما زارتك او رح تزورك. شوف اخي، المشاكل الزوجيه انا ما بتدخل فيها، ما علاقه فيها، لكن لازم تعرف انه امن العالم. سكر. تعرفي مدام مين كان على الخط؟ لا ما بعرف. شو انا عبقرية مثل حضرتك حتى اعرف؟ زوجك. زوجي؟ اذا صار يلي حسبت له خايفة منه، شو قلت له؟ ليش لحقت قل له؟ هددني وقفل الخط بوشي. اكيد عرف من دليل التليفون، عندي عادة سيئة بحك ضفري تحت الرقم يلي بتلفن له. يظهر بعد ما طلعت قدر يعرف من دليل التليفون اني اتصلت فيك، وقدر يعرف عنوانك كمان مثل ما عرفته انا. مدام خلينا صريحين، بإيش بقدر أخدمك؟ بإنك تقابل زوجي، تناقشه وتقنعه يتخلى عن فكرة الانتحار، وهيك بتكون أنقذتني وأنقذت خطيبي كمان، وحافظت لنا على مكافأة عمي بعد ما يمضوا الأشهر الباقي. بس؟ أرجوك وتأكد إنك ما رح تطلع خسران معي. طيب ممكن أعرف عنوان زوجك وكمان عنوان خطيبك وتليفونه؟ ممكن. أول شيء بنصحك ما ترجعي على البيت بهاليومين ثلاثة حتى قابل زوجك وانصحه وهدي الجو. وهو هيك، أنا رح زور عند رفيقة لي وأعطيك عنوانه وتليفونه، وهلأ سجل عنوان زوجي وعنوان خطيبي وتليفوناتهم. سجلينه عند الشاب اللي اسمه ماهر هون قدام الباب. أوكي، شكرا. أهلا. شكرا.
هلو anybody home؟ شايف فيليب ايتش على الكيو. حدا؟ ساعات وجدت دكتور سرحان فورا. الو اهلين سيد ماهر. ايه حاضر. رجاء اذا سمحتي نادي للدكتور سرحان تليفون. الو مرحبا دكتور، بدنا سياره اسعاف وخلي زياد يجي معك. يبدو انه المدام نيفين كانت على حق، جوزها انتحر. طيب اعطيني العنوان ورح نكون عندك بعد 10 دقائق. ايوه ايه عرفته. طيب مع السلامه. زياد خبر الشوفير يحضر سياره الاسعاف، جهز حالك لازم نطلع بعد 10 دقائق. رغيبت يا شو عملت يا استاذ؟ انت هيك مسحت اهم اثر ممكن نحدد بواسطته اذا الرجل مات مقتول ولا انتحار. ليش انت ما اخذت صور البصمات؟ بلا اخذتهم، بس الاستاذ ليش تصرف هيك؟ عن جد ما فهمت. عن اغلب هي بصمات المرحوم كامل، واضح انه اطلق النار على نفسه. شوف في اثر بارود حول الجرح، هذا بياكد انه اطلق النار على نفسه من مسافه قريبه جدا من الدماغ. بجوز تكون على حق وبجوز تكون غلطة. شو يعني هالكلام؟ ماهر انت فهمت شي؟ استاذ فعلا كلامك مو مفهوم. ما انت كل الطريقة بتخبرني انه رجال هدد مرته انه ينتحر، وكل الدلائل بتأكد انه نفذ تهديده. محتمل. شو يعني محتمل يا استاذ؟ تدعينا لشغل بعد الدوام بموقع الجريمة وبتزيل آثار الجريمة دامنا كلنا، كيف صارت هاي؟ هلا ما بدري لكم شيء، بس بكره في مشوار بيني وبين ماهر، اكيد رح توضح بعض الامور. والله انا ما فهمت شيء، انت فهمت شيء ماهر؟ زوجها السيد كامل. بعتقد ما بقى في داعي تقلق. كيف؟
ليش بتقصد انه اقتنع؟ يا سيدي مات اقتناعا. يعني الاستاذ رمزي قصده يسالك وين كنت امبارح للمساء بين الساعة 8 و10؟ كنت مقرر اقابل السيد كامل بنفسي ووضح له حقيقة العلاقة البريئة بيني وبيني وقول له يرحمها ويحل عنها بعد ما جوزها غصب بقوة المال. يعني قصدك رحت على بيته؟ كان معك مسدسة؟ ليش تملك مسدس؟ ايه ومرخص كمان بس ما حملته لانه كنت ناوي اروح ادفع عنه بشكل ودي مو عقد الامور. ليش عم تسألوه؟ لانه غريمك السيد كامل اعطاك عمره امبارح المساء. قصدكم مات موتة ربه ولا انتحر؟ الظاهر انه انتحر الا اذا ثبت انه مقتول قتل. مقتول؟ ومين له مصلحه يقتله؟ الله اعلم. مسدسك معك؟ ايه طبعا قافل عليه بغزانتي بالمشارف. تفضل. تفضل تفضل. هون المسدس حاطه بغزانتي. لا ما اختفى. غريبه ورا. يعني يا سيد سمير مو صدف كتير غريبة انه مسدسك ينفقد من خزانتك المكفولة وانه بنفس الوقت اللي حدد فيه الطبيب الشرعي لحظة الوفاة كنت حضرتك بطريقك لبيت السيد كامل مشان تقنعه يطلق زوجته لحتى تخطبها. شو قصدك رح نتركه بعد؟ بعد عنه عم اقول لك بعد هيك انت بتعرف شو معناها تعتدي على رجل من اثناء تأديت وظيفته الرسمية؟ بدك تورط حالك؟ بتعرف للسيد كامل انت؟ ما بعرفه غير الصور. هذا هو؟ ايه هذا هو. شكرا جزيلا. لا ما عرفت. ايه هذا هو. شباب اذا ممكن قيموا لنا البصمات اللي على هالصوره، اذا تطابقت البصمات مع البصمات اللي على المسدس بنكون عرفنا مين هو القاتل. عظيم. لكن استاذ رمزي انت روح سياح مكتبك لبين ما نرفع البصمات الجديده ونحللها. وانا راح اخبر حضرتك استاذ بمجرد ما نوصل لاي نتيجه. يعطيكم العافيه. هيك استاذ رمزي؟ لا لا بس حاسس حالي لو خان يمكن التمارين الرياضيه اللي عملتها يهتم بس خليه بغسل وشي برتاح. بتحب ساعدك بشي؟ لا 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 خليك عم تشتغل. شكرا. صار معكم شيء يا استاذ؟ قدرت تقنع زوجي؟ مدام ليش قاعده هون؟ تفضلي لجوا. شرفي. شكرا. شرفي. مدام بدي اسالك سؤال، حدا خبرك شيء خبريه يعني هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك؟ بخصوص شو؟ يعني خبريه. تفضل شرفي. خبريه يعني بخصوص مدام البقية بحياتك. لا ماهر ماهر زياد كم عندك يا سرحان؟ شوفي الأستاذ رمزي هو اللي خبره. لا لا أنا ما دخلني. أنا بصراحة قلت لها كلمة واحدة، قلت لها البقية بحياتك. يا أستاذ رمزي ليش تخبرها؟ يبدو من عزم الصدمة غطى على قلبه. يا أستاذ رمزي كيف طاوعك ضميرك تأذي هيك إنسانة رقيقة؟ والله تسكت يا أستاذ زياد لو سمحت. بعد إذنك كابتن، لو تركتك تتصرف مثل ما عم تحكي أكيد كنت خبرتها عن البصمات اللي على المسدس وكنت قضيت عليها بالضرب القاضية. في إيه؟ في إيه؟ وليش بقى؟ بعدين بخبرك، هلأ ما رح تفهموا علي. دكتور سرحان نشادر. يا دكتور سرحان نشادر. هلأ هلأ بصحى أستاذ هلأ. ترى ممكن هو يكون اللي قتله ولا الزوج بنفسه انتحر حتى يدمر مستقبل مرته مع خطيب للمستقبل وبيظنوا يحرمها من نص مليون يلي وعد فيه عمه المليونير.
الو مساء الخير كابتن، بدنا نروح بكره بمعيتك مشوار. لا 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 ما في شيء، بس بعرفك شاطر بالحوار مع المليونيريه. شكرا شكرا جزيلا، تصبح على خير. مكتبه بالطابق الاخير عم لنيفين خانو، بدك اياه يكون مكتبه بالطابق الارضي، مكاتبه كلها فوق العالم كلها، البناية كلها له. شرف مكاتب الاستاذ سمعان بالطابق الاخير. عفوا حضرتك جاي على الاستاذ سمعان؟ نعم. انا سجلت اذا سمحت. Ah oui, je suis là depuis 5 ans. Je suis très heureuse ici. تفضلوا وعملي لنا قهوة. حضرتك. نعم، أنا وعدتها لبنت أخي بنص مليون ليرة إذا ضلت مع جوزها. خير شو صار؟ نحن آسفين أستاذ سمعان، بس الحقيقة في خبر سيء. شو هو؟ نكست بالوعد؟ إذا عملتها أنا مو بس راح أحرمها من نص مليون، لا أنا راح أحرمها من الميراث كله. قصد الأستاذ العمر إلكم. هذا اللي كنت خايف منه. كيف مات؟ ما أنا متأكدين، بس الظواهر بتدل إنه انتحر. انتحر؟ واحد مثله ينتحر؟ ليش لحتى ما ينتحر؟ انتوا رجال البوليس بتفهموا بكل شيء الا بعلم النفس. رجال الاعمال ما ممكن ينتحروا او يفكروا بالانتحار مهما جار عليهم الزمن الا في حاله واحده بس، الافلاس. يمكن افلس بالحب. بنت اخي مبذره رغم انه عاشت بنت فقيره كثير، وتزوجت من انسان عنده ثروه كبيره من المال وبامر ابوها. بس على كل إن اتأكدوا انه ما ممكن ترجع لحالتها او طبيعتها اللي كانت عايشتها سابقا مهما جار عليها الزمن، رغم انه هي انسانة بتحب الحرية وبتحب الرومانس. وانا حذرتها من نفسها لاني كنت خايف عليها، وكنت متوقع حيجي يوم وتندم وتتعذب. يبدو حضرتك تعرف احسن مننا. لا انت سادي، انا بعرف حالي لانه انا عشت بالفقر قبل ما يحالفني الحظ وصير مليونير. بس صدقني انا مستعد اقتل ولا ارجع لحياه الفقر والذل. بس ما ممكن افكر بالانتحار لو هجروني نساء العالم كله. استاذ سمعان، حسب معلوماتك بنت اخوك كان لها علاقه مع حدا؟ علاقه مع حدا؟ أنا كنت بدفع الملايين لأخلص منه. ليش في حدا ثاني؟ لا لا لا، بس من باب الفضول يعني. شكرا. أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا وسهلا سيد ماجد، شرفت. مع السلامة. شكرا كثير على القهوة. مناسبة معنا بالأسانسير؟
لا استاذ. خساره رح يكون غليظ كثير. شفت قديش كان غيران لما جبت سيره خطيب محتمل لنيفي؟ بالفعل انا لاحظت قديش انفعل اكثر من اللازم. ليش هذا؟ ما بعرف بس انفعاله مو انفعال لا عم ولا خال. يكون هو اللي رباها وقت اللي كانت صغيره فصارت مثل بنته. او تكون بدها تقرب له بنوم. على فكره لازم نخلي ريما ماهر ينبش شو بيحكوا عليه كمان. على فكرة الأستاذ رمزي معه حق، لأنه سمعان ما له عم لنيفين النسم، هي بتقول له عمي لأنه هو جوز أمها. إذا كانت عم تكذب عليه؟ لا مو بالضبط، لأنه هو كمان بيكون ابن عم أبوها. بصراحة أنا قصة القرابة هي ما داخلة بعقلي قد ما شرحته. نحن شو بهمنا من الموضوع إذا كانت تقربوا أو ما بتقربوا؟ المهم مين اللي ارتكب الجريمة وكيف؟ مين تعتقد أستاذ رمزي؟ لسه في نقطة واحدة محيرتني، بس نجاوب عنها تنحل المسألة. يعني عندك شك بعم هالمزعوم؟ والله طلعته براءة وعم تشك بخطيبة سمير. مو أنا اللي بقرر. إذا مين حيرتنا؟ الرقيب زياد. يا زياد، شو نتائج مقارنة البصمات؟ أي بصمات؟ قال لي شلته من على المسدس؟ مع البصمات اللي تركها سمير على الصورة. البصمات متطابقة. شو يا أستاذ رمزي؟ منعرفك دقيق الملاحظة. هالمرة خيبت أملنا. شو أخي رمزي؟ يبدو هالمرة أنه كل الأدلة بدأت تحاصر سمير. في شيء بهالقضية مو مريحني. شو هو؟ يا ريت تنطق هالجوهرة وتريحنا. المشكلة إن هالجريمة سهلة كتير، زيادة عن اللزوم. وكل الدلائل بتشير لمتهم واحد، وفي شخص واحد عم بيدافع عن هذا المتهم. الأرمل الطروب. بس المسكينة هي اللي لفتت نظرنا إنه راح ينتحر قبل ما يقدم على هي الخطوة. هذا اللي محيرني، وخصوصاً إنه تلفلك بنفسه وحاكاك شخصياً. زائد إنه احتمال الانتحار احتمال ضعيف جداً، كلياتنا استبعدناه من أول نظرة. وهذا ما بترك قدامنا إلا مشتبه واحد، هو عم المزعوم لنيفين. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، حضرتكم جاي تسجلوا عندنا؟ بالواقع نحن في عندنا انواع مختلفه من الاقساط، كلها اقتصاديه تناسب دخل الفرد العادي، وكل ما بتزيد المده بينقص الدفع للدوله الوحده. يعني بس نكون لجنكم كثير وضح كل شيء. بتعرف زياد، لازم يكون في تمارين لضبط النفس. زياد بس تجي نشتغل معك انت بالكتالوج وانا اكون فتحت عند سمير. اشرحي له الاستاذ زياد. طيب استاذ رمزي، انت روح اعمل لك جوله هيك تفقد قبل ما المدموزيل تشرح لي على الخطوات اللي لازم اعملها مشان انتسب لها. سؤال بدي اسألك اياه، بس يا ريت تفرع شوي لانه كمانك شايف مشتغل. ايه معك حق، الشغل ما بينفرق. شو قصدك؟ طعم ما يعوزك شوي. ايه خليك عم تسوي 10 مرات، انت كمان 10 مرات. طيب هلا انا اذا بدرك شي شهرين بصير مثلك؟ طبعا ما في شي ما بصير بالرياضة، ترى دير بالك على التمرين بيزيد. ايه معك حق. اعملي التمرين، تفضل. اسألك سؤال، هلا نيفين ما بتغار من شغلك؟ فهمت عليك، ما انا تعرفت على نيفين هون بالنادي.
ولمعلوماتك نيفين ما ممكن يظهر، لأنه بتعرف قديش أنا حريص على الموضوعية بشغلي، وإذا ما الزبونة هي اللي بادرت أنا ما ممكن أحرش فيها، ومن الأساس هذا الشيء ممكن يضر مصلحتي ومستقبلي، مو بس هون بالنادي بينما بكل المهنة. بصراحة أنا لو محلك ما كنت بقدر قاوم الأبواب. أنا بستغرب علاقتك مع نيفين. ليش بستغرب؟ إجت النادي لهون تعمل دورة لياقة وتدريب، وصار في بيناتنا صداقة، وصارحتني عن وضعها، وصارت فش قلبها. ترى بدي أسألك سمير، جابت لك سيرة تهديد زوجها قلب الانتحار؟ فكر منيح، ترى القصة قصد حياة أو موت. ما أنت اللي قلت لي إنه زوجها مات وصار بعداد الموتى. مظبوط مات، بس لمصلحتك ومصلحة نيفين بعرف شلون مات، وعندها رح تكون بخطر. أنا بنصح رقبة كل واحد ممكن يتجرأ يقرب علي أو على نيفين. هدي حالك وجاوبني على سؤالي. لا ما بفتكر جابت لي سيرة الانتحار لسانها. وين رحت استاذ؟ انا برايي انكم تسجلوا انتوا الاثنين، ورح اعملكم خصم طبعا، بس حيختلف البرنامج حسب كل شخص وزنه وسنه، مو معي سمير؟ اي طبعا اكيد. يا عمر طال منا زبونين باسمي، لو شافني مدير النادي رح يسبحني. هي صار لنا ساعتين ناطرين وما في اثر له، بركي الزلمه قرر يكمل سهرته بالمكتب للصباح. الا ما يطلع، لازم اعرف لوين بده يروح، يرجع على البيت ولا رح يكفي سهرته بمطرح ثاني. بصراحة استاذ رمزي قل لك هالشي وما تزعل مني. أنا ما عم أفهم عليك شي. هلا مرة بتمسح آثار البصمات من على المسدس، وبتبرئ سمير اللي له مصلحة مباشرة بمقتل زوجها لنيفين، ومرة بتشير بأصابع الاتهام لشخص غني عرض عليها ثروة هائلة مقابل أنه ما تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه طلع ابن عمها. قصدك عم تتهم حدا غلط؟ لا أستاذ رمزي عفوا أنا مو قصدي، بس يبدو في زائرة جديدة جاية لعند ملياردير سمعان. العمى شو جاب لعند عمه بهالوقت؟ هذا لازم نعرفه. ومن الحب ما قتل. بتعرف أنا خايف أنه أنا أطلع الغلطان وأنت الصح، فتكون اكتشفت أنه عمه متورط وجاية لتنتقم منه. شرف لنتأكد. تفضل. مساء الخير. هلا وسهلا اختين. عفوا بتعرفي انسي الاسانسير بلاكي قصدي بالليل بدوخ. عفوا يا استاذ وين رايك؟ شو عم تعملي هون؟ عم باخد حقي من عمي، لأني أنا من جهتي وفيت بوالدي. وأنت ليش لحتى تعطيها؟ وأنت شو حشرك؟ موت جوزها قضاء وقدر، وأنا حر بأموالي. وأنت معقول تقبلي هيك ثمن؟ ثمن؟ أي ثمن؟ ما أنا صرت أرملة مسكينة بأمس الحاجة للمساعدة. استاذ رمزي خليني اسندك، وشك صار ابيض مثل الشمع. بتحب اطلب لك دكتور؟ لا 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 ما في شيء، دوخه بسيطه بس راحت الحمد لله. استاذ رمزي انا قلبي مالي مطمن واحوالك ما لا عجبتني. لا لا ولا يهمك زياد، انت بس خبري الكابتن يجتمعوا كلهم بكره بفيلا ارمله المرحوم، عايزكم بدي احكي كلام يمكن يفاجئكم شوي. وانا مدعو كمان؟ ايه طبعا، انت براس القائمه انت وخطيب المدام. خطيب نيفين؟ سيدي وهي نماذج عن الكمبيوترات اللي قلت لك عنها. شو الاستاذ رمزي تاخر والانسه اعطيناها اجازه 24 ساعه ما بينت لها الا. صباح الخير سيدي. صباح النور. بيسلم عليك الاستاذ رمزي، وهو اليوم ما راح يقدر يجي، ويا ريت لو نجتمع كلياتنا المساء عند بيت الست نيفين. شو على كيفه نحن؟ بنشتغل عنده نحن؟ كل مره بده يجمعنا بدنا. سيدي ما على الرسول الى البلاغ. عجبك؟ أنا قبلت استضيفكم بس مشانك، لأنه مو معقول أرفض لسيادتك طلب. وينو الأستاذ يلي لجأت له فخيب أملي؟ بالفعل تأخر. شوفي حضرة المقدم،
أنا تركت أعمالي وأشغالي واتصالاتي وجيت على الموعد، وإذا رح نتأخر أنا آسف، أنا ما عندي وقت لهيك متاهات. أنا من الأول خبرتكم إنه زوجي رح ينتحر، ما سمعتوا لي وتصرفتوا لتمنعوه. شو ذنبي أنا؟ موظفكم هو يلي قصر مو أنا. نيفين بدي أسألك، صحيح الشاب رح يصير خطيبك؟ مو رح يصير، أنا خطيبة بالفعل ومن هلا كمان. سمير ما في داعي، أنا بقرر اللحظة المناسبة، لأنه بكلامك عم تعقد الأمور. يعني صحيح استنتاجنا إنك خليتي بالوعد؟ وليش جايين تلوموني؟ لمجرد إني أخذت مبلغ من عمي؟ طيب أنا نفذت وعدي وبقيت مع زوجي للآخر، تحملته وصرت على مرضه، أما هلأ فبعتقد من حقي. مساء الخير. مساء النور أستاذ سمير. أستاذ سمعان، أنا جمعتكم بيت واحد ما عاد موجود بناتنا هلأ لسبب جوهري. ممكن نعرف شو هو؟ الندم. الندم؟ الندم على شو؟ إذا زوجي الله يرحمه قضى على حياته بإيده، ليش هالضجة كلها ماني عارفها؟ أنا بشك إنه انتحر. قصدك انقتل؟ للأسف. إيه؟ ومين رح يقتل إنسان كبير بالسن؟ بغرض شو رح يقتله طالما ما انسرق من البيت ولا أشي؟ أنت يا مدام. أنا؟ أنت أكيد جنيت، وجنانك سببه إنك حاولت تتمادى عليه فما عطيتك وشو صديتك. أنا بعترف يا مدام إنه سحرك لا يقاوم. ضليت 3 أيام وأنا أحلم إنه التليفون رح يرن وأسمع صوتك، بس مع الأسف هذا الشيء ما صار. كان حظي منيح إني قدرت أسيطر على عواطفي، وصرت أفكر وحلل تسلسل الأحداث لحتى اكتشفت يا مدام نيفين إنه أنت ورا الجريمة. وإذا ما عندك دليل كافي أنا رح أعرضك لمتاعب كبيرة، ورح جرجرك بالمحاكم بتهمة القذف والافتراء. طول بالك يا أستاذ سمعان، رح تسمع القصة كلها. أنا ما رح استنى المحاكم، ما رح طول بالي. نيفين ضد إغراضي، من بكرة الصبح رح أكتب الكتاب. ما فشل؟ بس أنت وياه. أنا آسف، رفعت صوتي. كل واحد فيكم يقعد بمكانه. لسه ما كملت كلامي. مدام نيفين، أنا آسف إني أقول لك إنه أنت اللي قتلتي زوجك. وليش آسف طالما هي مجرمة؟ أنت عم تفترض افتراض، أنت ما عندك أي دليل. كثيرين بيحلموا إنه يرتكبوا الجريمة الكاملة، وبيظنوا إنهم أذكى من العدالة والقانون، بس بحب أخبرك إنه ما في شيء اسمه جريمة كاملة، والقاتل إلا يترك أثر يدل عليه. بلش البروجرام؟ هلا بلش، تعي تفرجي. Of course.
مجنون يا اما عم تتوهم. اذا عندك شيء قوله، واذا ما عندك انا رح امشي فورا، انه رح اوكلها اكبر محامي بالبلد كله، لانه عينك لعبت عليها وما قدرت توصلها، كمان عم تحاول تسوي لها سمعتها. ارجو يا استاذ اذا عندك اي دليل تقدمه، والا ما عندنا اي حق قانوني نبقى بهالبيت. ما انت بنفسك محيت اثار البصمات من على المسدس. لأن البصمات اللي كانت موجودة على المسدس مو بصماتي فاعلة، مزبوط، كان بصمات هالأحمق سنور. بصماتي أنا؟ أنا ما لي علاقة. صحيح ما لك علاقة، مع هيك كانت الشبهات كلها عم تدور حولك، لولا أني تصرفت حتى أبعد الأذى عنك، أذاها هي. هي بتأذيني أنا؟ طيب ليش؟ ما نحن كنا متفقين نتزوج بعد ما تاخذ حريتها. كذب! كذب! هي كانت راسمة على واحد ثالث، لا انت يا سيد سمير ولا السيد سمعان، لذلك كانت تتعاطى معك يا سيد سمعان على انك بقره حلوب. انا اسف للتعبير. وبمجرد ما اخذت منك النص مليون فكرت بالخطيب المنتظر اللي هو مو سمير، واحد تاني. انت عم تتوهم، اكيد عم بهلوس. يا جماعه صدقوني انا انسانه بريئه ومظلومه. يا مدام البشر ممكن نضحك عليهم، لكن الكمبيوتر ما بظن. ما هي أرجينا الوسائط اللي معك. هي مجموعة فواتير لأرقام تليفونات كانت تيجي لهذا البيت، ومن بيناتها في رقم متكرر كتير لشخص واحد اسمه الأستاذ. لا تذكر اسمه، هذا مانو دليل، هذا مجرد صديق للعيلة. نحن بنعرف أصدقاء زوجك يا مدام، تحرينا عنهم منيح. مو بس هيك، أنا قدرت أحصل على حجز لمدة شهر للشرق الأقصى باسم شخصين، الشخص الأول هو حضرتك والثاني أنا. مالي علاقة، شوفوا مين حجز وليش. بجوز هو يلي دبر الجريمة. ليش بجوز هو يلي دبر الجريمة؟ كل مالا خيبة أملي فيك عم تزداد يا مدام. لازم تعترفي إنه أنت اللي أطلقت النار على زوجك. شو الدليل؟ كل هذا كلام بكلام طالما ما في دليل، لأن المسدس ما عليه بصماتي، عليه بصمات سمير. يا عقيرة سمير، هدئت. تعال بصراحة الحالة بالنسبة لي غريبة ومحيرتني. لو كان سمير القاتل فعلا، ليش حتى يخلي بصماته على المسدس؟ ليش ما محاها بالوقت اللي أنا محيطها؟ ولو كان زوجك انتحر كان طبيعي نلاقي بصماته على المسدس، معناها في حدا ثالث هو اللي حط بصمات سمير على المسدس بعد ما ارتكب فعل القتل. بس أنا متأكدة إنك ما لقيت بصماتي. بالفعل انت عم تحكي مظبوط، لانك كنت لابسي قفازات، قتلتيه وبعدين جيت لعندي على المكتب مشان تخبريني انه زوجك عم بيهددك بالانتحار. بس هو حكاك بالتليفون اثناء زيارتي لك. مو هو اللي حكاني، اللي حكاني واحد ثاني هو صديقك وشريكك بالجريمه وبالحصول على مبلغ محترم من العم الولهان. بس انا قدرت حدد موعد الوفاه لما اجينا لهون. صراحة يا دكتور سرحان هي حين انطلت عليك وعلي سوا، لأنه المدام بعد ما ارتكبت الجريمة شعلت كل مصادر الحرارة بالشقة. تتذكر يا ماهر لما أجينا لهون كانت الحرارة عالية كتير، مشان شو؟ مشان جسي ما الحق برودة. وبعدين راحت تزورنا بالمكتب. طلع من بيتي، وانت بالذات انقلع قبل ما ارفع عليك قضية، لأنه كل يلي عم تحكي افتراضات وأوهام ما فيك تثبت ولا نقطة منها. بصراحة أنا بعترف إنك ذكية جدا، بحيث إنه ما تركت وراك ولا دليل باستثناء دليل واحد. وشو هو؟ الفرو الفيزون اللي هداك إياه المرحوم زوجك بيوم من الأيام، للي خبيتي المسدس تحته حتى تقربي أقرب مسافة ممكنة من المرحوم وتطلقي عليه الرصاص ويبدو إلا وكأنه انتحر. لما أجيت لعندنا على المكتب أنا صحيح وقعد تحت سحر العطر الرائع اللي كنت حاططيه، لكن قدرت كمان ميز رائحة البارود اللي كانت موجودة على الفرو، وهذا دليل كافي. زياد انت متهمة بجريمة قتل عن سبق الإصرار والترصد، اي كلمة بتقوليها محسوبة عليك. انا فضلت وكيل روحاني. اول مرة بحس حالي ماني فهمان شيء. هذا لانه ما طلعتي معي. شكرا على الملاحظة. انه كيف قدرت توصل لاكتشافها بالوقت اللي غافي الامر عني؟ عنك بس يا دكتور، عنا كلنا.
صحيح استاذ رمزي، كيف انت لاحظت الفرو وانا كنت معك وما انتبهت؟ انا اكتشفت ان مرا كذابه قبل قصه الفرو بكثير، وكان عنده اعتقاد انه هي على استعداد لتقتل جوزها اللي واقف عقبه بينه وبين حبيبها المجهول في سبيل قبض المبلغ المهم من التوب موديل تبعها اللي كان بده تضل علاقته فيها تحت ستار الزوجيه بالسر حتى ما يتاثر وضعه الاجتماعي واعماله بهي الفضيحه. معقوله يا استاذ رمزي؟ وانت اللي بين انك متاخد فيها من الاول؟ ليش الكذب؟ هي مره حلوه كثير وبتطير ضمانات العقل، بس يعني علم النفس شغلته يحلل كل الحالات الجنسيه المعقده، بس مو بالضروره على طريقه فرويد يا كابتن. نعرف نعرف، هلا لا دخلنا بدزينه اسماء ما بتنحفز. على فكره إيريك فورم له كتاب كتير حلو عن الحب، أستاذ رمزي عالمية، بتحبوا أحكي لكم عنه هيك بالمختصر؟ كتاب عظيم ورائع بقدر ما هو بسيط. هلا أتركنا بالكتب وأحكي لنا شو اللي خلاك تكشفها وإمتى؟ من أول حديثها لما قالت إنه لقيت رقم التليفون تبعي بالدليل وحكت بأضفرة تحت الرقم بحيث إنه الزوج اكتشف إنه عم تحكي معي. بصراحة حتى أنا الضريب الكمبيوتر ما فهمت. طبعاً لأنه عقلك منتهي بكتاب الحب تبع إيريك فورم. هلا شو الغريب بأنها تلاقي رقمك بالدليل وتتصل فيك وتأشر عليه بأضفرة؟ كابتن بدي أسألك، شفتني شي مرة عطتك رقم تليفون أنت أو الشباب كلياتهم؟ أنا ما عندي تليفون.